بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، اللي قاعد معانا ومش ماسك مصحفه، مش ماسك مصحفه فين؟ مصحفك فين يا يوسف؟ طب مش مفتوح ليه يعني؟ مش مفتوح ليه؟ اخواني دكتور محمد، اخواني في الله، مصحفك فين؟ ما شاء الله الاخوه مطلعه الموبايلات. صوت 305 يا جماعه، سوره مريم اللي بعد سوره الكهف على طول. يلا مصحفك، اخواتنا كل واحده تمسك المصحف بتاعها. يلا طيب، ننطلق باذن الله سبحانه وتعالى. صوت 305 النهارده ان شاء الله باذن الله مش هنقوم ان شاء الله الا لما ناخد قصة زكريا وقصة يحيى. انتوا احرار بقى، هتركزوا معايا هنخلص باذن الله سبحانه وتعالى. دماغكم يعني مش هتركز في كلام الله وكتاب الله، انتوا احرار. فتحة المصحف اللي احنا عملناها دلوقتي فوق عند الرجال وتحت عند النساء دي تعني فتح الله علينا يا اخواني. طول ما المصحف بيتفتح في حياتك، طول ما فتح ربنا يتنزل عليك في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني ايه؟ حد فاهم منكم يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه كاف ها يا عين صاد؟ حد عارف؟ محدش عارف. امال بتقراها ليه؟ يعني هو الوقت ذكر رحمة ربك عبده زكريا. انا عارف معناها، اذكر رحمة ربك لما تنزلت على زكريا. اذكر هذه الرحمة عشان قلبك يتملى امل في الله ويتملى فرح بالله ويتملى رجاء في عطاء الله. فذكر رحمة ربك انا فاهمها فانا بقرأها، انما كافة يا عين صاد انا مش فاهمها وبرضو بقرأها. هو انت ما بتقرأش غير اللي انت فاهمه؟ هو انت ما بتنفذش غير اللي انت فاهمه؟ يبقى من اولها معنى الاستسلام لله. يبقى اول فايدة نخرج بيها من الحروف المقطعة معنى الاستسلام لله، ان انا مش فاهمها بس هعبدك بيها يا رب، بس هقرأها يا رب. مش اللي فاهمه بس في الدين هو اللي هطبقه، ولو في حكم من احكام الدين مش فاهمه برضو هطبقه، انا مسلم لك قياد حياتي يا رب. معنى جميل قوي يا جماعة. المعنى التاني كاف هاي عين صاد. المعنى التاني معنى التحدي. يعني ايه؟ تعالوا يا كفار هنا، بتقول ان القرآن ده مش من عند ربنا، طب ادي الحروف اهو هاتوا لنا القرآن. واحد بيقول لك الطيارة، ايه يعني طيارة؟ قلت له ادي الحديد او الالومنيوم وادي الكراسي وادي اعمل لي طيارة بقى، اهو اعملوا لنا القرآن بقى. عشان كده كاف هاي عين صاد فيها معنى التحدي الرهيب، نتحداكم يا اهل الباطل. الكلام ده وانت بتقرأ الآية دي انت قاعد تحس بيه، بنتحداكم يا اهل الباطل، نتحداكم لن تنتصروا على الله ولن تنتصروا على الحق، مهما عملتم لن تنتصروا على من خلقكم ولا على دين الله الحق. يبقى اول معنى معنى الايه؟ ها قول معايا، قول يا اول معنى الاستسلام، مش فاهم وهعبدك برضو يا رب. تاني معنى معنى التحدي، التحدي ورونا نفسكم بقى، ادي الحروف ايه. تالت معنى معنى الثقة في الله. يعني ايه؟ يعني هو انت مش فاهم، طب ما ممكن تكون مش فاهم بس هو كلام ملوش معنى، صح ولا لا؟ طب هو ملوش معنى؟ لا له معنى، صح ولا لا؟ طب له معنى وانت مش فاهمه، يبقى انا مش فاهم بس انا واثق ان له معنى. يبقى تربية على الثقة بالله، تربية انك انت تبقى واثق في ربنا، انك انت تبقى ماشي في طريق ربنا وانت واثق انه لن يصيبك الا الخير ولن تصل الا للخير. انا مش فاهم يا رب بس انا واثق ان الحروف دي وراها معاني عظيمة وان الحروف دي وراها ايات باهرة، ولكن انا مش معنى ان انا مش فاهم انني لن اثق في الله سبحانه وتعالى. انا واثق في دينك يا رب، انا واثق في اعجاز قرآنك يا رب، انا واثق ان الكلام ده من عندك يا رب، انا واثق ان الكلام ده وراه معاني عظيمة يا رب. انك تبقى واثق في منهجك، انك تبقى واثق في طريقك، انك انت تبقى واثق في الطريق اللي انت ماشي فيه واللي انت مسلم عمرك ليه واللي انت رابط مصيرك في الدنيا والاخرة بيه. كاف هاي عين صاد، 29 سورة في القرآن بدأوا هذه البداية، بدأوا بالحروف المقطعة. مجموع الحروف المقطعة في 29 سورة 30 آية، 30 آية في 29 سورة حروف مقطعة. يعني الموضوع كبير يا جماعة، 78 حرف انت بتتعبد لله بتلاوتهم وانت لا تعلم ما معناهم اصلا. يعني 780 حسنة انت بتاخدها من حروف لا انت فاهمها
ولا حد مننا يقدر انه يزعم انه يقول الايه دي معناها كذا. ده عظمه مقام الاستسلام لله والثقه في الله وتحدي الذين كفروا. يبقى لما الصوره تبدا بحروف مقطعه معناها ان في صراع بين الحق والباطل، ومعناها ان احنا هنتحدى الباطل، ومعناها ان في مشاعر الثقه يجب ان تملا قلوبنا. الوقت هنشوف اطفال بيجوا من غير اسباب، الوقت هنشوف حاجات غريبه يا جماعه، الوقت احنا هندخل عالم زي ما اتكلمنا في المقدمه المره اللي فاتت، عالم جديد على قلوبنا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. المرة اللي فاتت اتكلمنا في الترابط ما بين الصورة وبعضها، في ملامح ما اتكلمناش فيها زي العلاقة من اول الصورة واخرها. ذكر رحمة ربك، شوف الصورة، رحمات الله باوليائه لدرجة ان بيعمل لهم معجزات، دي البداية. طب اخر الصورة، وكما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة، شوية جثث معفنة مرمية تحت الارض. الركز اصواتهم هم بيخططوا ضد الحق، اصواتهم وهم بيطلقوا الكلاب بتاعتهم على اهل الحق. الركز له معاني كتير قوي في اللغه، والحاجه الركزه الحاجه الراسخه لما كانوا ماسكين ومثبتين في الكراسي بتاعتهم، لما كان ليهم سلطان وهيلمان. فين كل ده الوقت؟ اتنسفوا ناس واترموا تحت التراب. يبقى افتتاح الصوره بانهمار رحمات الله على اوليائه، واختتام الصوره بنزول خسف الله لأعدائه. يبقى ده رابط ما بين البداية وما بين النهاية. ذكر رحمة ربك، الله، هتسمع الوقت بقى رحمات ربنا، قلبك هيدوب من الكلام عن رحمة ربنا. بس رحمة ربنا لمين؟ ذكر رحمة ربك عبده، رحمة ربنا للي بيعبده. كان لو ربنا قال ذكر رحمة ربك زكريا، كانت فرقت عن ذكر رحمة ربك عبده زكريا؟ ها، ايه الفرق؟ ايه الفرق لو كانت كلمة عبده اتشالت؟ ايه الفرق؟ ايه؟ الله، ما شاء الله، في ناس هنا ما شاء الله يعني بتتدبر كويس. كان بقى الرحمة دي حاجة خاصة بزكريا، امال لما ربنا حط كلمة عبده فرقت ايه؟ زي ما اقولك انا سافرت من المنصورة لمصر، طول الطريق قاعدين يدونا عصاير وجوائز وفلوس وجوائز عمرات، فانت تقول طب انا عايز الكلام اللي انت خدته. اقولك ايه؟ امشي في نفس الطريق، كل اللي هيمشي في طريق منصورة القاهرة هياخد. اهي دي، عشان كده ربنا قال ذكر رحمة ربك ايه؟ عبده. قبل ما يقول زكريا قال اشمعنى زكريا؟ لانه عبده، لانه عبده، لانه تفانى في العبودية لله سبحانه وتعالى. هتعبد هتاخد، هتعبد هتشوف المعجزات، هتعبدي هتتنزل عليك العطاءات. رحمة ربنا لمين؟ مدد ربنا لمين؟ نصرة ربنا لمين؟ عبده. يبقى كلمة عبده تملأ قلبك أمل، وتملأ قلبك أمل إن كل اللي هيمشي في الطريق ده هياخد. طب في كلمة تانية في الآية تملأ قلبك أمل؟ ذكر رحمتي ربك، مش ذكر رحمة الله. يعني طب وإيه قيمة إن ربنا يقول لي سيدنا محمد ربك؟ يعني اللي ده يديك، يعني زي ما هو ربه هو ربك انت كمان، زي ما هو رب زكريا هو ربك انت كمان. يعني ايه؟ يعني لما واحد ابوك كده مثلا، انت مثلا يعني عايز يديك درس، فيقوم مدي لاخوك مثلا ايه 100,000 جنيه، يقول شوف ابوك بيدي ايه. ايه قيمة كلمة ابوك دي؟ مش شوف ابوه بيدي ايه، ايه قيمة ابوك؟ ان زي ما ابوه ايه، ابوك فرضيني زي ما هو رضاني، وانا هرضيك زي ما رضيته. يبقى من البداية يا جماعة رحمة ربنا لمين؟ فتح الابواب. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هنا في جزاء من جنس العمل، ان معنى كلمة زكريا اصلا لغويا بالترجمة المعنى الكلمة بقى اي كثير الذكر، وذكره الله برحمته لما اكثر من ذكر الله. لما كنا بناخد الدورة التربوية المكثفة في فن الذكر في عشر ذي الحجة، كان عشان كده، ان على قد ما هتذكر ربنا وتعيش بقلبك مع ذكر اسماء الله الحسنى في قلبك وعلى لسانك، على قد ما ربنا هيذكرك برحماته. يا السلام، مين فينا اللي كل يوم بيقعد له ساعتين ثلاثة كده يذكر ربنا اول النهار او يعني في اي وقت من اوقات اليوم؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. مضطرين نسيب الآية. تعرفين ابو سليمان الدراني لما كان يقول لك اني لا امكث في الآية 4 ليالي أو 5 ليالي، فلا اتركها الا بان ايه؟ بان اقطع الفكرة فيها، لان كل ما تدخل على القرآن هتلاقي كنوز. وهو ده معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة. يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني فينا رحمات، يعني اثار اسم الله الرحمن الرحيم هنا. عارف لما اقول لك مثلا روح دور على بترول في الارض دي، الارض دي فيها بترول، لو دورت وما لقيتش يبقى المشكلة فين؟
فيك انت. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم معناها ان لو دخلت السورة وما خرجتش برحمات تغير لك حياتك، يبقى المشكلة فين؟ فيك انت مش في السورة. يبقى عشان كده مش بسم الله العزيز الجبار، مش بسم الله لا الرحمن الرحيم، مش معنى فيه هنا رحمات فيه هنا كنوز. لازم تدخل الايات وانت واثق، ولكن هنضطر نقطع الفكر في الاية لان احنا قدامنا صفحة ونص النهاردة يا اخواني في الله. ابشروا يا جماعة، مركزين معايا الاخوات؟ مركزين معايا؟ ها الحمد لله والشكر لله. اخوة مركزين؟ مركز ياه. ها فهمتم؟ يعني لو قومت واحد قلت له اشرح لي ذكر رحمة ربك عبده وزكريا، هيقوم يشرح؟ مين فيكم يقدر يقوم يشرح؟ استاذ ياسر صور المنظر ده الله يكرمك كده، مين فيكم صور الفضيحة اللي حصلت قدام الوقت دي؟ مين فيكم يقدر يقوم يشرح؟ رجالة ما شاء الله لا قوة الا بالله. في اتنين رفعوا ايديهم، ابشروا يا جماعة ان شاء الله باذن الله المستقبل، ان شاء الله بكرة تشوفوا السلفيين ان شاء الله. اذ نادى ربه نداء خفية، اذ نادى رب، اذ ديت اللحظة الفارقة. كلمة اذ ديت لما تقراها في القرآن حط تحتها كده في قلبك كلمة اللحظة الفارقة، اللحظة اللي ربنا رضى عنك فيها. ما تعرفهاش انت، ما تعرفش اللحظة اللي ربنا رضى عنك فيها، ما تعرفيش اللحظة اللي ربنا غفر لك فيها. ممكن وانت مرة بتقوم الليل وانفعلتي وجأرتي الى الله وهتفتي وعنيكي دي نزلت دموع بلت الارض من كتر الانفعال بتاعك، ممكن اللحظة دي هتعرفها امتى؟ يوم القيامة. وهتفضل تفتكرها وتتندر بها امتى؟ في الجنة. اذ اللحظة اللي ربنا بيرضى عن العبد فيها، اللحظة اللي ربنا بيصطف العبد فيها، ودي في سورة مريم 3. اذ نادى ربه نداء خفية، اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية، اذ قال لابيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يبقى اذا العمل اللي هيرد ربنا عنك انت ما تعرفش انت عملته ولا لسه، ما تعرفيش العمل اللي هتدخل الجنة بسببه هيبقى ايه. اقتنصوا كل عمل صالح يا جماعة. اذ اللحظة الفارقة، اللحظة التي من اجلها من الله عليه بالرحمات. اذ نادى ربه، يعني ايه كلمة نادى؟ وليه مش كلمة دعا يا جماعة؟ عارفين لما يقول لك نداء الى اصحاب القلوب الرحيمة، يعني واحد في كرب الكرب نداء. عارفين لما كان حكام العرب يقولوا لصدام حسين ايام ما احتل الكويت اناديك اناديك، دي معناها يعني في وجع. اذ نادى ربه، عارفين كلمة النداء دي يا جماعة؟ واحد بيهتف بالله. عارفين لما دولة تحتل دولة تقوم توجه نداء الى دولة قوية، اغيثونا انقذونا. نداء دي معناها ان الهتاف ده خارج من اعمق اعمق قلبه. نتعلم ازاي ندعى ربنا بقى، نتعلم. اذ نادى ربه، مش اذ نادى الله، نادى ربه اللي كل نعمة في حياته منه، اللي ياما شاف الخير من عطاياه، اللي محدش ده غيره، اللي لحم اكتفه من نعمه. انك تعرف انت بتدعي مين. ما يجيش واحد يقول لي انا ما استاهلش ان انا الدعاء بتاعي يستجاب، وهو انت ربنا بيديك لانك تستاهل، وهو ربنا اداك 120,000 جزء المكونين لخلقك في بطن امك لانك انت تستاهل، وهو ربنا شفاك كل مرة مرضت فيها في حياتك لانك تستاهل، وهو ربنا رزقك من وانت جنين لحد دلوقتي كل يوم لانك تستاهل، ده لانه ربك. اذ نادى ربه، يبقى اذا لما بيغلب عليك حسن الظن بالله انت حتى وانت عاصي انت بتنادي ربنا سبحانه وتعالى. اذ نادى ربه نداء، التوكيد اللفظي هنا معناه مدى حرارة النداء وقوة النداء، ولكن نداء خفية. ليه نداء خفية يا جماعة؟ ليه اخفى النداء بتاعه؟ واحد عنده 90 سنة واقف بيقول يا رب ولد، يا رب ولد يشيل الدين من بعدي، يا رب. مراته عاقر من وقع عندها 15 سنة وهو خلاص قصة وخلصت يا جماعة. تخيل كده لو واحد سمعه ممكن يقول عليه ايه؟ طب هو ده السبب؟ لا، في سبب اعظم. عارفين ايه؟ افرض لم يكن الخير ليه ان ربنا يجيب دعاءه، فربنا لم يستجب، ربنا قادر بس افرض الخير انه يجيب دعاءه. الناس تقول ان بعد 90 سنة خدمة ربنا ما ادالوش، ان بعد 90 سنة عبادة نادى ربنا وربنا ما ادالوش، خايف ان يساء الظن بالله. يبقى نادى ربه نداء خفية، خايف على صورته ولا خايف ان حد يساء الظن بالله؟
خايف ان حد يستذنب الله. وهو هذا حب الله سبحانه وتعالى، سورة مليانة حب لله زي ما هنبدأ المرة اللي بعد الجاية بقى بإذن الله. واذكر في الكتاب مريم هنتكلم عن ان بداية اصطفائها كان حب الله سبحانه وتعالى. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. قال رب سيدنا زكريا قصته ذكرت في القرآن 3 مرات. الثلاث مرات هم نفس الموقف وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. مرة الأولانية في سورة ايه؟ ها يلا أسود آل عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، واقف يا رب. المرة الثانية في سورة الأنبياء، يعني احنا عايزين بقى غير سورة مريم، سورة الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني، يبقى رفع ايده بيقول يا رب. المرة التالتة اذ نادى ربه نداء خفية في سورة مريم. يعني تخيل سيرة سيدنا زكريا لم يذكر فيها كل تفاصيل حياته العظيمة، وانما ذكر فيها الدعاء. منظر زكريا رفع ايده وبيقول يا رب، ده المنظر اللي القرآن بيرسخه في قلب اللي بيقرأ القرآن. منظر سيدنا زكريا هو بيقول يا رب، ان احنا نعرف قيمة الدعاء. يا جماعة احنا ما بندعيش، مش ما بندعيش صح. لما واحد يقول لك اصل انت تبدأ بالثناء على الله، يا عم انت ما بتدعيش اصلا. يا اخوانا هناخد دلوقتي سيدنا زكريا كان بيدعي ربنا قد ايه. يعني ايه دعاء؟ الدعاء اللي يغير حياتك ده الجرعة بتاعته قد ايه. احنا مخبونين في صفقة الدعاء. اذ نادى ربه نداء خفية، قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. واشتعل الرأس، اشتعل دي نار مش شيب. راسي فيها نار يا رب، راسي فيها حريقة يا رب، نار مولعة في راسي. اللي هي الشيب، هي النار في راس زكريا ولا النار في قلبه؟ النار في قلبه. النار وهو بيبص لنفسه ويلاقي اشتعل الرأس. ايه الفرق بين اشتعل الرأس واشتعل الشعر؟ شيبة ايه؟ ايوة اللي هي بقى معناها ايه؟ الرأس يعني شعر الرأس وشعر حواجبه وشعر شاربه وشعر لقيته، يعني وشه ده بقى حاجة كده ثغمة بيضاء عليه الصلاة والسلام. يعني عشان كده وهن العظم مني. بعض العلماء المفسرين قالك العظم اي الاسنان، مش بس عظم الجسم وهن، ده اسنانه وقعت. يعني تخيل سيدنا زكريا وصل من الكبر لدرجة ايه؟ بيقول له نار يا رب، نار في شعر رأسي، هي النار في قلبه، نار حزنه على ان العمر بيخلص ولسه ما شبعش من عبادة ربنا، نار انه حاسس ان الواقع عايز مجهود قاتل ومفيش رجالة تشيل، هو ما يقدرش يشيل لوحده. اعرفوا بقى هموم الانبياء. تعالوا ندخل جوه قلب نبي، تعالوا ندخل جوه قلبه ونشوفه بيفكر ازاي وبيعمل ايه. اشتعل الرأس شيبة، يقينا كل مرة كان بيبص فيها في مرآة ويشوف شعره هو مشتعل شيبا، كان قلبه بيشتعل مع منظر اشتعل رأسه. ولكن مش معنى المرة دي، ايه اللي قلب الاوضاع يا جماعة؟ اللحظة الفارقة في حياة سيدنا زكريا في كبره عنده 90 سنة، لما دخل على البنت الصغيرة التلميذة بتاعته اللي اسمها مريم عشان يتعاهدها تربويا، ولقى عندها معاني غريبة، معاني عظيمة في معرفة الله، ولقى عندها رزق الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. يا ما قال للناس هو من عند الله، يا ما كلم الناس عن ربنا. ولكن انت محتاج تسمع، حتى لو المعاني الإيمانية جوه قلبك انت محتاج تسمع. حتى لو انت بتكلم الناس عن ربنا كل يوم، زكريا النبي كلمة خرجت من فم فتاة عندها 13 سنة غيرت له حياته، فجرت في قلبه معاني الثقة في الله. رغم ان المعاني دي في قلبه، ولكن انت محتاج تسمع. ياللي عازف عن حضور الدروس، ياللي عازف عن حضور الدروس، ياللي انت معانا الوقت وبقالك اسبوعين ما جيتش، ياللي انت ما انتش عارف قيمة الدرس وحضور الدرس سواء ده
او لسائر الدعاء وسائر المعلمين يلي ما انتش عارف قيمة انك تسمع. شوف نبي حياته حصل فيها مفرق ازاي بسبب كلمة سمعها من فتاة مؤمنة بتتربى على ايديه. عشان تعرف السماع ممكن يقلب حياة الانسان قد ايه. سيدنا زكريا يقينا كان بيبص المنظر الشاب وخايف، هموت وهسيب الدعوة لمين يا رب؟ هعمل ايه يا رب؟ مين هيشيل بعد يا رب؟ لحد ما سمع كلمة هو من عند الله، وشاف السيدة مريم وبصلها ودموع الامل والالم اتفجرت في عينيه، وهو بيقول لو ولد زي ده، لو زي ده بس ولد، لو زي ده في الايمان والعزيمة بس راجل يقدر يشيل، يقدر يحرر المسجد الاقصى، يقدر يجدد الدين في الامة. لو ولد وزكريا يسمع هو من عند الله يهرع الى المحراب بتاعه ويقف يصلي يقول رب اشتعل الرأس شيب يا رب، ما عدتش قادر اشيل الدعوة يا رب، انا ضعفت وكبرت يا رب، والدعوة محتاجة مجهود رهيب، ولم اكن بدعائك يا رب شقية. شريط ذكريات اتفجر في قلبه وهو قاعد يفتكر مرة رفع ايده لربنا وربنا استجاب دعاءه فيها، وهو قاعد يفتكر مرض بعد كلمة يا رب ربنا شفاه، كرب بعد كلمة يا رب ربنا فرجه، ابتلاء بعد كلمة يا رب ربنا كشفه، هم بعد كلمة يا رب ربنا صرفه. شريط ذكريات عمره كله وهو بيفتكر ازاي كان السلاح الوحيد اللي كان بيواجه بيه كل مشكله في حياته طول عمره كان كلمه يا رب انا ياما دعيتك وديتني، انا النهارده بدعوك دعاء مفيش بديل عنه، مفيش مناص عنه، اني خفت المواليه من ورائي، لو انا مت محدش هيشيل يا رب، لو انا مت مفيش حد يقدر يشيل الدعوه دي. وكانت امرأتي عاقرة، السكة مقفولة بالضبة والمفتاح يا رب، مفيش اسباب، زوجتي عاقر ما بتخلفش، زوجتي عاملة زي الارض البور يا رب ما بتطلعش، لا يمكن هتطلع، لا يمكن هتنتج، طب والحل ايه؟ هبلي هبة من عندك بلا اسباب، من لدنك بلا اي اسباب وليا، انا عايز حد يا رب يليني في امر الدعوة، انا عايز ولي من اوليائك انت اللي تتولى تربيته، انا عايز يا رب، انا عايز حاجة عظيمة، اديني واحد بس ينفع يقود الجمع ده. الطيار متمزق يا رب، الطيار متعصب يا رب، الطيار كله جماعات متناحرة يا رب. الواقع بتاع زكريا نفس الواقع بتاعنا الوقت بالظبط، اليهود متمزقين جماعات، دول بيقولوا نعود الى النص، ودول بيقولوا نواجه الواقع بالسياسة، ودول بيقولوا نعتصم في الصوامع ونقعد نعبد ربنا. الواقع ممزق والمتعصبين ما ينفعوش قادة، احنا عايزين حد يقود كل دول ويوجههم للنصر. يا رب يرثني ويرث من آل يعقوب، هبنيه طوبة هعلمه كل آية علمتها لي، هبعته لكل عالم من العلماء يربيه ويبنيه واجعله رب رضية. يا زكريا إنا نبشرك، الله أكبر، الدعوة استجيبت يا جماعة. زكريا قبل ما يخلص الركعتين الملائكة تنزلت عليه بالإجابة، افرح يا زكريا، قر عينا يا زكريا، إنا نبشرك. الملائكة نازلة فرحانة بفرح هذا العبد الصالح، ان الملائكة تفرح لك، ان الملائكة من حبها ليكي تفرح بتفريق كرباتك يا زكريا. نعم يا زكريا انا نبشرك، تبشروني، بتبشرني بيا رب، بتبشرني بمغفرة ذنوبي، ولا بتبشرني انك تبت عليا، ولا بتبشرني ان انا هيفتح عليا في العبادة اكتر، بتبشرني بايه؟ انا نبشرك بغلام يا رب. ازاي؟ قال رب ان زكريا، ده انت لسه طالبه يا رب، ما ازاي يا رب، ما هو انت تقدر، انما انا ما استاهلش، انت يا رب تقدر تدي حاجه، انما يا رب انا ما استاهلش انك تعمل معجزه عشاني، انا ما استاهلش انك تكسر سنن عشاني، انا ذنوبي اكتر من ان انا اخد ده، انا ذنوبي اكتر من انك انت تدينا انا دونا عن الخلق ده، ان يكون لي غلام، انا يا رب، انا اللي اخد ده، يا ما انت كريم يا رب. انا مش عارف اقول يا جماعة، بس ساعات الواحد يدعي ربنا ويفاجأ باجابة فوق ما كان يتخيل، يقعد يعني لو واحد مخلوق كنت قلت له انا ما اعرفش ان انت طيب كده، انما انا هقول لربنا ايه مش عارف، هقول لربنا ايه،
يعني وانت رافع ايدك بتدعي ربنا انت عارف ان ربنا يقدر يعمل اي حاجة، انما انت ما تستاهلش انك تاخد، انك انت تبقى عايش ما بين حسن ظنك بربك وسوء ظنك بنفسك. فساعة لما تحتاج ترفع ايدك وتقول يا رب ليه، حسن ظنك بربك، وساعة ما الاجابة تنزل ازاي، ليه، سوء ظنك بنفسك غلب عليك، مش اتهام لقدرة ربنا ولكن اتهام لنفسك انت، ان انت اللي ما تستاهلش. قال رب ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك، انت نسيت يا زكريا، كذلك دياما اديتك في سورة آل عمران، كذلك الله، هو ده ربنا، هو ده ربنا. انت نسيت يا زكريا، كل مرة اديتك فيها وكل مرة فتحت عليك فيها. قال ربك هو علي هين، هو علي هين، معنى جميل قوي 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 قوي. وربنا سبحانه وتعالى هو مش هو هين، لا هو عليا، يعني على اي حد تاني مش هين، ولكن على ربنا هين. قضية انك انت تدرك. وزكريا واقف بيقول كانت امرأتي عاقرة، ومرة رفع ايدك ليه، امال بتدعي ليه، واحد اعمى وواقف يقول يا رب خلينا اشوف، يا عم انت بتقول ايه، مستحيل مستحيل، عند مين وصعب على مين، انت عارف هو بيدعي مين، ابتلاء. ان ساعة لما يكون في اسباب بنقف ونقول يا رب، ولما يكون مفيش اسباب ما بنطلبش ربنا. كم واحد مشلول بيقول يا رب انا عايز اتحرك، كم واحد اعمى بيقول يا رب انا عايز اشوف، كم واحد اصم بيقول يا رب انا عايز اسمع، ما بيطلبوش ليه، لان الطب بيقول مستحيل. فالناس لما لقت مفيش اسباب اتعلقت قلوبها بالاسباب وما طلبتش من ربنا، كأن ربنا ما يقدرش من غير اسباب، كأن اللي خلق الاسباب خلقها عشان تحكمه هو مش عشان تحكمك انت، لا ده الاسباب بتحكمك انت مش بتحكم اللي خلقها. كم واحد عنده اليقين ده يا جماعة، هذا اليقين هو علي هين. اخت عندها 34 سنة، سبحان الله العظيم، البنت دي اتقدم لها واحد وكانت يعني 34 سنة، يعني احتمال انها لا تتزوج احتمال كبير، تقدم لها واحد وعريس وفرحانة بيه جدا، ويعني في اجراءات كاتب الكتاب عشان ياخدوا الاجراءات، فطلبوا منها البطاقة. والدة العريس شافت البطاقة وما كانتش تعرف سنها، فلما عرفت ان عندها 34 سنة اتصلت بيها قالت لها حرام عليكي، عايزة ايه من ابني، هو انت هتعرفي تخلفي في السن ده ازاي، حرام عليكي ابعدي عنه، لو هو متعلق بيكي حرام عليكي ابعدي عنه. انهارت وحست انها مش هتقدر ان هي يعني ترتبط بيه، وانفصل الموضوع وذهبت هذه الجوازة، راحت عمرة في الحرم قاعدة مهمومة. انسانة مهمومة يا جماعة، ابتلاء العنوسة ده اشد من ابتلاء السرطان. ربنا يزوج كل اخواتنا الذين لم يتزوجوا يا رب، اللهم امين. فقاعدة لقت واحدة جنبها بتقرأ ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فانهمرت في البكاء، فاللي جنبها بتقول لها بتعيطي ليه، حكت لها قالت لها ابشري ربنا ان شاء الله مش هيسيبك. قلبها اتملى في الامل، الامل واقف في الحرم، راجعة في الطيارة من العمرة، فعادي واحد راكب جنبها عادي ركعت، قريبة مستنينا يعني طلع اللي جنبها عارف ده انتوا جايين ليه، عشان فلانة قاعدة طبعا في الطيارة، يعني اخلاقياتها انضباطها التزامها، يعني فوجئت ان بالليل هذا الشخص بيتصل بيها عشان يتقدم لها. انت بتتقدم لنا بس انا عندي 34 سنة وماله، بس انا يعني كبرت، انا هخلف امتى واخلف قد ايه وماله، وتجوزه. بعد شهور رايحة للدكتورة عشان تبدأ تشوف تحمل ازاي، الدكتورة قالت لها انت فعلا حامل، نفسك في ولد ولا في بنت، من خوفها مش قادرة انها تكشف، نفسك في ولد ولا في بنت، ولد ولا بنت، قالت لها ايه رأيك بقى، ولدين وبنت، انت حامل في ولدين وبنت، سبحان الله العظيم، رزقت الزواج واول حمل ليها. هو علي هين يا جماعة، هو ربنا لما يريد انه يدي بيقف امامه اسباب. هو انت لان مشكلتك صعبة في ميزان البشر يبقى صعبة على ربنا، هو علي هين، مش هو هين، لا ده مصيبة ومشكلة وملهاش حل، ولكن عند ربنا هين ولا لها اي حاجة. الشاب اللي مراته خلفت بنت في بنت في بنت في بنت، فلا لا بقى حملت المرة الخامسة، لا لو طلعت بنت هطلعك وانت في المستشفى، وانت في المستشفى بتوليد هطلعك، من خوفها ومن رعبها ما قدرتش انها تعمل حتى سونار تشوف ولد ولا بنت. ها صحت من الولادة لقت جنبها ولدين، بعد كده حملت جابت ولدين، بعد كده حملت جابت ولد، بقوا كم ولد، 5 ولاد بعد 4 بنات. ربنا قادر، وهو الولد مش احسن من البنت والبنت مش احسن من الولد، ولكن ان ربنا يورينا الايات. هو علي هين، الله قادر على كل شيء، الله قادر.
يعني ربنا لما بيشاء تلاقي كل لقطات بتنهمر عليك من عنده. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. اذا كان خلقتك من عدم ما اقدرش اديك من غير اسباب. اذا كنت ما كنتش شيء اصلا ما اقدرش في يوم من الايام اديك من غير اسباب. قال رب اجعل لي ايه. يا رب يا زكريا 3 ايام ومراتك هتبقى حامل، 9 شهور وهتشيل ابنك وتبقى ماشي كده. تخيل واحد عنده 95 سنة ماشي في الشارع ومراته عندها 70 سنة واسنانه وقعت وشعره كله ابيض من كل ناحية ومراته ست كبيرة وضهرها اتنى وماشيين شايلين عيل وقاعدين يلعبوه كده. فواحد بيقول له عم الحاج ده حفيد 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 حفيدك ده ولا ايه؟ قال له يا ابني ده ابن البكري. قال له ايه؟ قال له ابن البكري، ده ابنك البكري. سبحان الله. عشان كده فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان ايه؟ سبحوا. سبحوا ليه؟ انا شفت ثمار التسبيح في حياتي. سبحوه عشان يديكوا زي ما اداني. ان انت يعني جالك مرض صعب جدا، لفيت على الدكاترة واتبهدلت وطلعت عينيك وايام وليالي لا تنام من الالام واموالك انفقت وانت في النهاية راح لدكتور في الاخر قال لك خد الحباية دي يا ابني. خدت الحباية صحيت الصبح رايق. هتمشي تكلم الناس عن الحباية دي ازاي؟ ده الحباية دي قلبت حياتك. اهي دي الحباية اللي سيدنا زكريا بيكلم الناس عنها. يا جماعة تبات نار تصبح عمار بسبب كلمة يا رب في الثلث الاخير من الليل. تبات نار تصبح عمار بسبب كلمة يا رب في الثلث الاخير من الليل. هو شاف ثمرة العبادة في حياته وهي دي النقطة. انك انت مش هينفع داعية وانت بتكلم الناس عن حاجة ما شفتهاش. انتوا متخيلين يا جماعة لو الواحد ما جربش اجابة الدعاء يقدر يكلم الناس عن اجابة الدعاء؟ لو الواحد ما شافش ربنا بيدي ايه اللي بيعبده يكلم الناس عن ثمار عبادة ربنا؟ هي دي النقطة. ان احنا نخرج للعصاة واحنا موقنين باللي احنا بنقوله. يا ابني مجرب وناجح. عارفين ختم مجرب وناجح؟ اللي اول ما واحد في مشكلة تقول له الحل ده مجرب وناجح يقوم رفع لك الراية البيضاء. طب قولهولي لوجه الله. الدواء ده مجرب وناجح. طب قولهولي لوجه الله. يا ابني مجرب وناجح. يا ابني انا وانا بكلمك عن اجابة الدعاء انا كنت في مصايب وربنا قلبها وغيرها لفتوحات العمر بسبب كلمة يا رب. يا ابن العبادة غيرت كل حاجة في حياتي. انا كل ساعة اديتها لربنا عبادة اداني بيها عمر فوق عمري بس عمر كله بركة وكله سداد. يا اخوانا لازم يكون الكلام ده معاني في حياتنا مش كلام قاريين وبنديه للناس مش كلام قاريين وبنكلم الناس فيه. ده معاني عمرنا. قال رب اجعل لي آية. يا زكريا 3 ايام ومراتك هتحمل، 3 ايام و9 شهور وهتشيل العيل على ايديك وسنين وهيبقى راجل جنبك يسندك في الدعوة. ليه؟ قال له يا رب طب اجعل لي آية، آية اعرف لما تحصل ان مراتي حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية وانت سليم. ما تخافش يا زكريا. سيدنا زكريا كان مرتبط بالدعوة الى الله ارتباط رهيب. فربنا بيطمنه انت مش هتتكلم بس ده مش على طول ده هما 3 ليالي بس. 3 ليالي سيدنا زكريا فخرج على زوجته من المحراب. صح؟ امال فخرج على مين؟ قومه. يعني هو الوقت مراته حملت ولا لسه؟ لسه. وخرج يقول للناس سبحوا ربنا. طب افرض ما حملتش ينفع؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. الثقه في الله. شفتوا اليقين؟ لانه خد الوعد ولسه ما شافش التنفيذ بيتعامل انه يقين. ان تتعامل مع وعد الله انه يقين هو ده الانسان السعيد في حياته يا جماعة. عشان كده ما اعطي احد عطاء بعد العافية خير من ما اعطي احد عطاء بعد اليقين خير من العافية. اليقين انه مصدق ربنا سبحانه وتعالى. وتختم القصة بتاع زكريا على اخر مشهد في القرآن في قصة زكريا. فخرج على قومه من المحراب وسيدنا زكريا خارج على قومه بينادي وبيلم الناس وبيهتف من المحراب اللي كان بيعبد ربنا فيه. فاوحى اليهم ما بيتكلمش بلسانه قاعد يقول لهم حاجات يعني اشارات تفهمهم
قاعد يقول لهم اشارات تفهمهم ان سبحوا بكرة وعشية. ده المشهد الاخير في حياة زكريا في القرآن، وده من ابداعات القرآن يا جماعة، ان دايما المشهد الاخير في حياة النبي. يعني ايه المشهد الاخير؟ يعني جمع قصة سيدنا ابراهيم في القرآن كله، اخر مشهد في القصة زمنيا انهي مشهد؟ حد يعرف يقول زمنيا؟ واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، بعد كل الجهاد الرهيب ودخل النار وقابل النمرود وواجه قومه واتحكم عليه وهاجر في الارض وقابل حاكم مصر الظالم، والمشهد النهائي في الفيلم بقى بتاع قصة ابراهيم وهو ينادي والناس تقبل على الكعبة من كل مكان في الارض، اخيرا التوحيد رجع للارض، اخيرا الناس اقبلت على ربنا تاني، اخيرا الشباب عايز يتوب تاني، اخيرا الامة عايزة ترجع لربنا تاني، اخيرا الامة بتختار شريعة ربنا على كل شيء تاني. المنظر النهائي المفرح، ثمرة كفاح ابراهيم، المنظر النهائي في حياة كل نبي رهيب، منظر النهائي في حياة سيدنا موسى، اخر مشهد زمنيا. لو رتبنا قصة موسى في القرآن كلها، ها في سورة المائدة لما قالوا ايه اذهب انت وربك فقاتلا قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، اخر مشهد سيدنا موسى بيبص لفلسطين وبينه وبين فتحها شوية رجالة يشيلوا القضية، وكل اليهود باعوا القضية، وسيدنا موسى بيموت معهم بدون ان يدخل فلسطين ويموت وينظر للارض المقدسة. منظر رهيب يا جماعة، منظر بيفجر مشاعر رهيبة في القلوب، اخر منظر في حياة سيدنا زكريا لو جمعنا مشاهد حياته، اخر منظر وهو خارج وبيقول لهم سبحوا بكرة وعشية، وربنا بيديله يحيى، وبعد كده تختفي قصة سيدنا زكريا ونفاجئ ان ربنا بيكلم يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كأن ربنا تسلم يحيى من زكريا، حتى لو انت ما قدرتش تربيه او كبرت انا اللي هربيه، انا اللي هرقيه، انا اللي هعلمه. وربنا بيبدأ قصة يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والشاشة بتنتقل لمشهد تاني خالص وبتنتقل لبطل تاني، وربنا بيقول لك انشأ البطل ده ازاي وربى البطل ده ازاي وعلم البطل ده ازاي، كأن الدعوة بتاع زكريا بتستجاب في يحيى. اسلوب رهيب يا جماعة، اسلوب القرآن في التوصيل الفني اسلوب رهيب، اسلوب رهيب. الذين ينكرون قيمة الفن في الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له منبر في المسجد النبوي، ما عملش منبر تاني غير لواحد بس، حد عارف هو مين؟ في منبر تاني النبي عمله مرة لواحد، حد عارف هو مين؟ حسان بن ثابت الشاعر. كأن النبي أقام منبرين، منبر للدعوة إلى الله ومنبر لتوصيل معاني الدعوة من خلال الفن الإسلامي. مش الشعر ده فن ولا مش فن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له اهجهم وروح القدس يؤيدك، جبريل نازل من سبع سماوات يؤيد نبي مرة ويؤيد شاعر فنان إسلامي مرة. إن احنا نعرف قيمة إن احنا نعيش بالدين، مش إن احنا نخلي الدين تابوت يقفل على الناس ونخرج بره نقول هو ده الدين. طب وبعدين؟ طب هو يقبلك ازاي؟ وهو يقبل منك الدين ازاي؟ انك انت تدرك عظمة الدين ده، ان احنا نفجر معاني الحياة اللي جوه القرآن والسنة ونقدر نعيش بالدين. ودي الرسالة بتاعتنا يا جماعة اللي احنا بنحاول فيها في الدرس ده بقالنا سنة، ان احنا نطلع ملتزم يقدر يعيش بالدين، ملتزم سعيد، ملتزم متوازن نفسيا، ملتزم ما هوش معقد، ما هوش مكتئب من جوه، ما هوش مضغوط من جوه، ملتزم واثق في الطريق اللي هو فيه، ملتزم شخصيته جميلة، منطلق نفسيته حلوة، اشتغل مع اخوانه ويحبهم، يخدم الناس كلها، مقبل على الحياة، مقبل على عبادة الله، ما عندوش تعارض ولا سلوك داخله في بعضها ما بين الدين والدنيا وما بين التوكل والاسباب. ان احنا نخرج ملتزم فرحان، مش ملتزم اول ما يخرج من باب الجامع فاشل محبط مكتئب، ملتزم بيعرف يتعامل مع غير الملتزمين، وبيعرف يتعامل مع النصارى، وبيعرف يتعامل مع معاصي السر لما بيقع فيها، وبيعرف يتعامل مع الشاب الغير ملتزم اللي واقف على ناصية الشارع بيعصي ربنا، ملتزم عارف يتعامل مع الحياة، ملتزم له بصمة في كل مكان بيروح فيه. هو ده الشخصية اللي القرآن بيصنعها، انك انت انسان قابل للحياة، انسان مؤهل لان تعيش سعيد وان تعيش كل من يرتبط بيك يبقى سعيد. قصة كبيرة وموضوع كبير، واحنا لسه ما بدأناش نفسر الآيات على فكرة، ده كل ده إلمام إجمالي بالآيات، إنما احنا لسه ما مسكناش آية آية،
انا مش عارف هنعمل ايه بعد العشاء يا جماعة. انما ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله. المهم انتوا فهمتوا حاجة؟ يعني في حاجة وصلت فضل الله؟ يعني لو قمت واحد منكم يشرح اي اية من دول كم واحد يقوم؟ ما شاء الله لك بقوا تلاتة. يلا عم أدن خلينا نسمع كلمتين عن ربنا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد هنقف مع ايتين في قصة زكريا وبعد كده ندخل في قصة يحيى. آية رقم 4، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهن العظم مني، انتوا عارفين واحد راكب عربية 128 وعايز يسافر بقى أمريكا، وقفت في الطريق العربية، وقفت مني، جسمي مش قادر ان هو يعبدك العبادة اللي انا نفسي اعبدك فيها يا رب. لهفه المؤمن على عبادة الله يا جماعة. عشان كده سيدنا عيسى بيقول لربنا يوم القيامة تعلم ما في صحيفتي ولا اعلم ما في نفسك، صح؟ انما تعلم ما في نفسي، لان اللي جوه صحيفتي من العمل لا يعبر عن مدى رغبتي في عبادتك ومدى لهفتي على عبادتك يا رب. فما قالش انت شفت اعمالي الصالحة في الصحيفة، قال انت عارف اللي جوايا يا رب، لان اللي جواه اعظم من اللي عمله مليار مرة. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل. بيقول يا رب انا عمر واحد ما يشبعش اللي جوايا عشان انصر دينك، انا موتة واحدة في سبيلك ما ترويش الظمأ اللي جوايا في طلب رضاك. انا يا رب عايز 100 عمر في عمري عشان اقدر اشبع من عبادتك يا رب. شكاية سيدنا سليمان مات واقف، سيدنا سليمان فضل سنة كاملة ميت وهو واقف، والجن ما هماش عارفين وما بيبنوا المسجد الاقصى مش عارفين ان هو ميت، مات واقف. تخيلوا انسان من عزمته يفضل ميت واقف سنة كاملة ومحدش شاكك انه ميت، ليه؟ معناه انه كان بيفضل واقف قد ايه في متابعة اعمال نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني الصبر بتاعه كان شكله ايه يا اخوانا؟ قضية ان يبقى جواك شوق لعبادة ربنا. عشان كده اياك نعبد واياك ايه نستعين. ليه اياك نستعين بعد اياك نعبد؟ اياك نعبد انا هعبدك انت بس يا رب، واياك نستعين يعني العبادة اللي نفسي اعبدها لك عبادة مهولة، زي اويس القرني لما كان بيقول لأعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. طب هتقدر ازاي تعبد العبادة دي؟ اياك نستعين. انت اللي تقدر انك تعيني يا رب، انت اللي تقدر انك تيسر لي امر العبادة وتيسرني للعبادة يا رب. قضية واشتعل الرأس شيبة، انك انت تبص كده تلاقي خلاص العمر راح. طب وبعدين؟ انا عايز اعبدك يا رب ان انت يبقى همتك مش على قد صحتك من آلام الصالحين. عشان كده ثابت البناني رحمه الله يوم ما مات قال مرض ما عادش قادر يعبد ربنا، قال اللهم ان لم استطع ان اصلي كما اريد وان اصوم كما اريد وان اذكرك كما اريد فاقبضني يا رب، فمات في يومه. عشان كده ابو مسلم الخراساني كان محضر كرباج لما رجله تقف وتورم يكرباجها ويقول لها قومي والله لازحفن بك زحفة، هتزحف بيها ازاي؟ مش هينفع. هي دي العاطفة اللي في قلبه، هي دي عاطفته، همته اكبر من صحته. عشان كده قاتل المئة وهو رايح لارض الهجرة والتوبة وبيموت بقى بيزحف بصدره على الارض. طب انت الزحف بتاعك ده هيعمل ايه؟ هو عارف انه هيموت وعارف انه مش هيقدر يوصل للارض، ولكن من شدة اللهفة اللي جواه على التوبة مش قادر انه يعمل حاجة غير كده، انه يزحف ويكمل السكة زحف حتى لو مات وبيزحف. ان انت يبقى لهفتك على العبادة للدرجة دي. واشتعل الرأس شيبة، العمر بيعدي يا جماعة، بكرة 1 محرم يا جماعة، بكرة بداية سنة جديدة، سنة كاملة راحت من عمرك ومن عمرك. عملت فيها ايه السنة اللي فاتت دي؟ قمت كم ليلة في 360 ليلة؟ صمت كم يوم في 360 يوم؟ قعدت كم جلسة ضحى في 360 جلسة ضحى السنة اللي فاتت؟ في ناس معانا قعدت السنة اللي فاتت 360 جلسة ضحى، او شيل 5 للاحتياط 355 جلسة ضحى. في ناس معانا، وفي ناس معانا ولا صلى الفجر اصلا، يعني والعياذ بالله. ربنا يهدينا ويهدي الجميع يا رب، اللهم امين.
عملت ايه السنه اللي فاتت دي؟ زدت ايه؟ قربت من ربنا قد ايه؟ فرقت معاك ايه؟ اخلاصك زاد قد ايه؟ علمك زاد قد ايه؟ واشتعل الرأس شيبة حريقة بس في القلب، ان خلاص العمر خلص وانا مع يا حسرتي على كل ليلة راحت من غير قيام، يا حسرتي على كل يوم راح من غير صيام، يا حسرتي على كل ساعة راحت من غير ذكر، يا حسرتي على كل درس إيماني ما حضرتوش وكنت فاضي، يا حسرتي على كل حلقة تحفيظ وتجويد كسلت عنها وكنت أقدر، يا حسرتي على كل فرصة لطلب العلم رفضتها وكان ينفع، يا حسرتي على كل فرصة للدعوة إلى الله كسلت عنها وكان موجود صحبة وكنا هننزل مع بعض. احساس وانت بتحاسب نفسك بعد ما عمرك خلص، احساس اليم قوي يا جماعه. ولم اكن بدعائك يا رب شقيه. الله، مين فيكم يقدر يقول الكلمه دي؟ عارفين يعني لم اكن بدعائك يا رب شقيه؟ انا عمري ما شقيت بسبب كلمه يا رب، انا سبب سعادتي في الحياه كلمه يا رب. عشان كده فينا تقديم، تقديم بدعائك، مش ولم اكن شقيا بدعائك، ولم اكن بدعائك رب شقيه. اشمعنى قدم الدعاء؟ ها، تقديم يفيد ايه؟ الاختصاص، يعني معناها ان مفيش حاجة نجتني من الكرب الا كلمة يا رب، كله منفعش يا رب، هي كلمة يا رب اللي انقذتني بس بدعائك. والباقي هنا لو باقي المصاحبة يبقى معناها ان انا الدعاء ده كان صاحبي ليل نهار يا رب. مين فيكم يا شباب يقدر يقول لم اكن بدعائك يا رب شقيا؟ طب انا هسألكم سؤال، هل لو انا مرضت مرض صعب، خلاص مرضت مرض صعب وقلت يا رب اشفيني وربنا شفاني، هقدر اقول لم اكن بدعائك يا رب شقيه؟ هقدر؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان دي مشكله من 100 مشكله في الحياه. ما رقت بالدعاء، انما ده انا عايز فلوس وعندي مشاكل وعندي هموم ونفسي في امال ما حققتهاش وعندي مشاكل في الدين وفي العباده وفي الدنيا وعندي مشاكل في بيدي. يبقى اذا يبقى امتى واحد يقول لم اكن بدعائك يا رب شقيه؟ لما كل مشاكل حياته تتحل بسبب الدعاء. يبقى الكلمة دي كلمة واحد جاله كذا مرض خطير ورق بسبب الدعاء، وحصل مشاكل بينه وبين مراته كانت اسرته هتتهد وتصلحت بسبب الدعاء، وجاله مشاكل نفسية ورقت بسبب الدعاء، وحصل ازمات دعوية وراحت بسبب الدعاء، واهل الباطل هددوه وكانوا ها يكتسحوا عليه وربنا نجا منهم بسبب الدعاء، وكان في اوقات مرت بظروف اقتصادية صعبة ورزق بسبب الدعاء. يبقى في الاخر يقولوا لم اكن بدعائك يا رب ايه؟ شقية. يبقى هي دي. يبقى لما واحد يجي يقول لك وربنا ما بيستجيبليش ليه؟ هو انت بتطلب اصلا يا ابني؟ شوف سيدنا زكريا بيقول لك بدعائك بقى، انا يا رب الدعاء ده صاحبي في الحياه، انا ليل نهار بدعيك. انا يا رب اول ما بسمع الاذان بيقول الله اكبر بجري على الجامع عشان الدعاء من الاذان والاقامه لا يرد، بقعد ادعي يا رب. انا يا رب النص ساعه اللي قبل الفجر دي حياتي يا رب في الدعاء، انا الساعه اللي قبل مغرب الجمعه دي ساعه الاجابه حياتي يا رب في الدعاء، انا بمشي بدعوك طول. احد اخواننا يعني مشغول في الشغل بتاعه جدا في السفر، يعني كل يوم بيسافر بلاد في الشغل بتاعه، فقلت له ده فرصة عمرك، اقفل عليك العربية بتاعتك وصرخ لربنا رايح جاي في الدعاء. اقعد ادعي ربنا ليل نهار، ده انت ربنا مفرغك لعبادة الدعاء، يا بختك، ده انت ربنا لم يشغلك بشيء غير دعائه سبحانه وتعالى. دعاء يا جماعة، الدعاء. الآية التانية اللي عايزين نقف معاها، فخرج على قومه من المحراب، فخرج على قومه من المحراب، المحراب من الحرب، المكان الذي يحارب فيه نفسه هو الشيطان. هو مين ده؟ زكريا. ده نبي، نبي، وبعد ما بقى نبي لسه بيحارب نفسه والشيطان. مش الاخ مننا يا اخويا اللي يجيله خطبة الجمعة يطلع على المنبر كده الناس تقول له ما شاء الله يا شيخ ربنا يبارك فيك، يقوم عادل هدومه كده يقول بقيت شيخ ياض خلاص، لا عاد بقى مجاهدة فردية ولا عاد حضور دروس ولا عاد بقى تصحى تبكي من ايدين ربنا في قيام الليل عشان يصلح لك قلبك. انت مالك بقى؟ انت كبرت بقى خلاص، انت بقى دينك انك انت تقول دروس حلوه الناس تتوب بسببها، وفي الاخر تتشال كده تترمي في جهنم والناس تتفرج عليك وانت عبره وايه ليهم يوم القيامه والعياذ بالله. نبي ولسه بيحارب في نفسه ولسه بيجاهد عشان يترقى في الايمان. سيدنا ابراهيم بعد ما بقى نبي طالع نازل من على الجبال يقطع في الطير ويحطها عشان رب أرني كيف تحيي الموتى، بعد ما بقى نبي لسه بيجاهد من أجل ترقية الإيمان في قلبه. بعد الملائكة ونحن نسبح بحمدك واه
نقدس لك مضارع مستمر. كل ما نسبح ونعبد مقامات الإيمان تزداد أكتر، نسبح الإيمان يزداد أكتر. الملائكة مشغولة بترقية الإيمان في قلوبها يا جماعة، وإحنا مش مشغولين، ونحن لسنا بمشغولين. يعني إن إحنا ندرك إن بعد ما بقوا أنبياء وهم لسه بيكافحوا نفسهم من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، قضية إن أوعى آخر دينك يبقى الدرس، أوعى آخر دينك يبقى الورش، أوعى آخر دينك يبقى تحفظ القرآن اللي أنت فيه. جاهد جاهد من أجل الوصول الله، اجري على دينك يا ابني. الأسبوع ده دور أطلب علم عند مين، أحفظ قرآن كمان مع فين، أتعلم سند فين، مين يعلمني تفسير أو عقيدة، مين يعلمني فن دعوة وانزل في دعوة. يا ابني اجري على دينك، ما تستناش إن كل حاجة حد يعملها لك. نبي وبيحارب نفسه، فأوحى إليهم منظر مبكي وواحد مش قادر يتكلم وقاعد يحرك ايديه عشان يقول للناس سبحوا بكرة وعشية. تعرف توصلها دي ازاي؟ من حب زكريا للدعوة الى الله، من لهفته على هداية الناس، والناس اللي بتتكلم ما بتنطقش ولا بتوصل حاجة. سبحوا بكرة وعشية. اخر حاجة في الدرس النهاردة البطل القادم بقى، القائد الذي طلبه زكريا من الله. صفات القائد سريعا بقى يا جماعة، يا يحيى شوفوا بقى صفات القائد. واحد، خذ الكتاب بقوة، يبقى دي قوة الايه؟ قوة العزم. خذ الكتاب بقوة، مش قادر اقوم الليل بالقرآن، مش قادر احفظ القرآن، مش قادر افق. العزيمة من اجل تحصيل فهم القرآن والعمل بالقرآن، قوي في قيام الليل بالقرآن، قوي في تلاوة القرآن، قوي في السعي من اجل فهم القرآن، قوي في تطبيق القرآن. خذ بقوة، عارف لما اديك شعلة امسك الشعلة دي، خدها انت اللي هتشيل الراية دي من بعدي. يبقى قوة العزم، يبقى دي صفات القائد. شوفوا معايا اللي نفسه يبقى قائد من اجل انقاذ الامة، دي صفات القائد. واحد، قوة العزم، خذ الكتاب بقوة. اتنين، واتيناه الحكمة صبية. من معاني الحكمة يا جماعة الحكمة والفهم، يبقى قوة الفهم. وقوة الفهم جت بعد ايه؟ ركزوا معايا، قوة الفهم جت بعد ايه؟ بعد خذ الكتابة بقوة. يبقى سبب الفهم والحكمة ايه؟ الارتباط بالقرآن. يبقى عايز تترقى على قد ارتباطك بهذا القرآن، ان تتعبد به وان تفهمه وان تعمل به على قد ترقيق. ربنا بخلص لك القصة. عشان كده اول دواء في الروشتة بتاعت بناء يحيى خذ الكتاب، اول دواء الارتباط بالنص، الارتباط بالقرآن. واللي مش هيرتبط بالنص مش هيوصل لحاجة، مش هيوصل لحاجة. وكثير ممن يعملون في مهنة الدعوة لما الواحد كده يتكلم معاهم او كده، يعني هو عايز يقول يعني ليه في دعوة ربنا بيبارك فيها ودعوة، يعني الواحد قاعد يكلم الناس يا ابني في داعية مرتبط بالقرآن فبيربط الناس بالقرآن فالناس بتطلع وبترتقي فربنا بيبارك في الدعوة، وفي واحد هو حصلته من الدين معلومات، معلومات مش مرتبط بالناس، مش مرتبط بمنهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يبقى انت عايز ترتقي وترقي كل واحد يرتبط بك في يوم من الايام، ارتبط بالقرآن، هي دي بركة العمر كلها. عشان كده بعدها واتيناه الحكم ايه؟ صبية، هو في رابعة ابتدائي لسه، وهو لسه في الابتدائية بقى امام من الائمة. ليه؟ بسبب الارتباط بالقرآن. سنة واحدة بس، شوفوا رمضان لسه عليه قد ايه؟ رمضان لسه عليه 8 شهور بالظبط، 8 شهور بالظبط باليوم، بكرة يوم السبت 1 محرم، يبقى رمضان لسه عليه 8 شهور. 8 شهور دول لو انت عشتهم ارتباط بالقرآن في قيام الليل وفي تلاوة النهار وفهم القرآن وفي دروس التفسير، ايقن ان رمضان الجاي ده هيبقى نقلة عمرك كلها. ليه؟ لان القرآن طريقك معاه مش طويل. واتيناه الحكمة صبية، يعني مش فضل 20 سنة عما نبت في مدرسة القرآن. ده القرآن بيطلع الثمرة على طول، هو كتاب ربنا بقى. عشان كده عايزين نربي ولادنا اعظم تربية نربطهم بالقرآن، تقعد معاهم جلسات في القرآن. يبقى قوة العزم وقوة الفهم. تلاتة، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية. زكاة النفس، النفس الزكية، الحنان يا جماعة اول صفة ذكرت بعد القرآن، الحنان. عارفين ايه الفرق بين الحنان والرحمة؟ الرحمة انا ممكن ارحم واحد عاصي، انما الحنان لا يكون الا مع الملتزمين. الحنان ده عشان كده حنان الله لمين؟ للصالحين.
عشان كده صفة الله الحنان مش مرتبطة بالعصاة، مش زي اسم الله الرحيم بيرحم كله، لا، حنان الله للصالحين زي اسم الله الولي، اسم بتاع الصالحين بس، مالوش الباقيين مالهمش دعوة بيه، الله يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. يبقى الحنان انك انت، وده طبعا من تحنن الله سبحانه وتعالى، صفة الحنان صفة ثابتة لله بالقرآن والسنة كما قال السلف، صفة الحنان هنا حنان سيدنا يحيى، ان ربنا ملأ قلبه حنان على الاخوة والاخوات، ان ربنا ملأ قلبه حنان على الصف، ان واحد مكاني كده قاعد دلوقتي يبص لكم ويقول ياه الناس دي غلابة، كل واحد من دول يا اما وهو جاي ابوه مقطعه ومقطع له ضميره ومحسسه انه مجرم حرب انه هو جه عشان يتوب لربنا، يا اما عنده مشكلة اقتصادية، يا اما عنده مشكلة في بيته، يا اما عنده ازمة مالية، يا اما عنده ازمة نفسية في الضغوط الحياتية، كل واحدة من اللي جايين تحت دول اهلها بيحاربوها عشان نقابها، وممكن جوزها بيحاربها عشان نقابها، وممكن مش قادرة تجمع ما بين دينها ودنيتها، ان احنا نحس بالحنان على بعض يا جماعة، ان احنا نبص لبعض كده ونحس ان احنا غلابة، فمش اخوك اللي يستاهل منك انك تبقى وحش معاه، التوحش اللي عند الاخوة تجاه بعض ساعة الخلاف، اخوة بتوع الشيخ فلان اللي لازم نهبب فيهم، والاخوة بتوع الجماعة الفلانية ايه وحوش ايه، والعياذ بالله احنا في غابة بنتعامل مع بعض كده ليه يا عم، ما حدش ملتزم في الدنيا دي غير دول اصلا، اما انتوا تولعوا في بعض كده امال الناس، يبقى اي حاجة الناس تعملها فيكوا حنان، ان احنا نحن على بعض. الواقع اللي عاش فيه يحيى كان واقع ممزق بالجماعات الاسلاميه في عصر اليهود، الجماعات اليهوديه، ومع ذلك الحنان ان احنا نرحم بعض. عارفين مصيبه الجماعات الاسلاميه ايه؟ ان كل واحد مشاعر قلبه تجاه افراد جماعته بس، انما ما عندوش ذره عاطفه تجاه حد تاني، رغم ان ممكن يكون حد تاني اشد صيام وقيام ممن معه، بس هو عاطفته للي معه، الا من رحم الله ان يبقى في قلوبنا الحنان، ان احنا نحب كل الملتزمين، ان احنا نحن على بعض حنان يا جماعة. وهو ده فكرة الورش، كانت الحنان انك انت تلاقي حضانة تعيش فيها ومع الوقت تتطور. هي ايه قضية الدرس ده؟ الحنان يا جماعة، ان احنا اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الطير لما يحب يحضن الكتاكيت بتاعته يخفض جناحه، تقوم تيجي تحته يقوم يحضنها، ان يبقى فيه حضن، لان مفيش حد بيحضننا، احنا يتامى يا جماعة، هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفوها، احنا يتامى، احنا للأسف لا احنا لينا شيخ فاضي متفرغ لينا، ولا احنا لينا صحبة وبيئة متماسكة متكاملة دخل عليها. احنا اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نبني حضانة عشان اي حد يجي يلاقي حضن، عشان الحرمان اللي احنا اتحرمناه اللي يجي بعدنا ما يتحرموش، عشان الالام اللي احنا دقناها في الطريق ده هو اللي يجي بعدنا ما يدقهاش، حنانا من لدنا، ان ربنا يملأ قلوبنا بالحنان على بعض. صفات القائد، الحنان تجاه الخلق، وبعد كده تجاه الخلق وزكاه وكان تقية، الطهارة الداخلية بقى وزكاة النفس، لا طماع ولا عايز موقع ولا عايز يبقى الكبير ولا عايز الناس تبص له، الزكاة تزكية النفس، ولا عايز الناس تقول هو ده اللي كان السبب في النصر، ولا عايز، طاهر النفس، مش صراع على المواقع وصراع على المراكز وصراع، انا اللي بنيت العمل ده، انا اللي السبب في النجاح ده، انا اللي احق ان انا امسك المركز ده، انا اللي المفروض امسك الورشة دي، انا اللي المفروض امسك العمل ده، انا ايه ده كلام اليهود ونحن احق، ده كلام ابليس، انا خير من اللي عايز يترمي في زنزانة واحدة مع ابليس في جهنم، يبص لنفسه ويظن ان هو احق من اخوانه. اخواننا طهارة النفوس، يبقى زكاة النفس دي الصفة التالتة. الصفة الرابعة، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا، هو العقل ام وابوك جبار، جبار لما يبقى امك وابوك راجل كبير وست كبيرة فانوا عمرهم عشانهم عشانك وضحوا بحياتهم عشانك، وانت تشوح لهم وتقوم رازع الباب وراك ونازل عشان بصحتك وبعافيتك، انت جبار، انت جبارة لما بتتجبري على امك وابوكي. هو التجبر مش معناه انك تمسك قرباك وتنزل عليهم ضرب، التجبر ان وهم في ضعفهم بعد ما بذلوا عمرهم عشان انت تبقى كبير، بعد ما امك ادتك من جسمها ودمها عشان انت تكبر،
ترجع بعد كده تتجبر عليهم لما تكبر وتستغنى عنهم وتحرق قلبهم وتحطم قلبهم وهم محتاجين لك. العق الام وابوها ده جبار عصية والعياذ بالله. العق الامها وابوها دي جبارة عصية والعياذ بالله. وبرا بوالديه مش بارا، برا يعني شوفوا قمة البر بأمه وابوه ولم يكن جبارا عصية. يبقى عظمة الاخلاق، واللي مفيش خير له في امه وابوه ما يعملليش عنده اخلاق مع المجتمع. اذا كان اعظم الناس فضلا عليك انت ما عندكش الاخ اللي بعد ما اتجوز ما يزورش ابوه الا كل اسبوع مرة، ده بر، ده بر. ما كنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، ده ما كانش لقمة تتحط في بق ابني الا لما امي وابويا ياكلوا ويشبعوا، الباقي منهم احطه لمراتي وولادي ياكلوا منهم، واللي مش عاجبه هو انا ده، هو انا ده. البر ان انت تعيني جوزك على بر امه، مش تبقي حاجز بينه وبين بر امه بدون طبعا يعني في ضوابط. اه في ضوابط، ما هو في واحد يعني في واحدة ممكن تقولك طب ابويا بيقول لي اخلع النقاب، ده بر. في واحد يقول طب ابويا بيقول سيب الالتزام وما تحضرش الدروس، ده بر. في ساعات بتبقى ام الزوج وظلمة يعني مرات ابنها، ده بر. لا، ولكن يا جماعة من عصى الله فيك فأطع الله فيه. يا جماعة احنا بنتعامل مع باب في الجنة، خدوا بالكم. ان انت تعين مراتك انها تبر امها وابوها، ما ترمهاش في البيت وهي غلبانة مش قادرة تقول لك حاجة وهي خايفة على رضاك طبعا، وتمنحها امها وابوها. انك تعينها على بر امها وابوها ده بر، انت نفسك تاخد ثوابه. انك انت بر الوالدين يا جماعة، ظاهرة العقوق موجودة حتى وسط الملتزمين، ظاهرة العقوق موجودة حتى وسط الملتزمات. قضية كبيرة قوي، قضية وبر بوالدي ولم يكن جبارا عصية. ودي اول وقفة استثنائية هنوقفها. عرفتوا الدرس الجاي موضوع ايه؟ عرفتوا موضوع ايه؟ عقوق الوالدين. دي اول وقفة جانبية هنوقفها، وهيبقى عبارة عن درس عن عقوق الوالدين. نقف مع بعض. انا عارف، انا جربت في اول التزامي لما كانت معاملتي مع والدي ووالدتي فيها مشاكل، واول مرة اسمع عن بر الوالدين، واول مرة اقرأ عن بر الوالدين، وحسيت ان انا هنهار من كتر يعني الندم على المعاملة اللي عملتها لهم، وقمت قبلت ايد والدتي. الكلام ده كان من 22-23 سنة، ومن وقتها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني والمرء ظل يحاول انه يجاهد في بر امه وابوه. انا عايز اللحظات دي تشكل حياتنا، انا عايز نقف وقفة تشكل ملامح حياتنا. برك بامك وابوك بالذات لما يكبروا، بالذات بعد ما تتجوز، بالذات بعد ما يبقى عندك اولاد وتعرف هما بيحبوك قد ايه، وتعرف هما تعبوا عشانك قد ايه. يبقى قضية بر الوالدين الآية الأخيرة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام يبقى معناه ان في مصايب. لما اقول لك الحمد لله على السلامة من العملية يبقى معناه ان في ناس بتموت في العمليات، صح ولا لا؟ في ناس بيحصل لها مضاعفات في العمليات، في ناس ممكن يحصل لها مشاكل في البنج، في ناس ممكن الجراح يطلعها شريان وهو بيعملها العملية، ربنا يحفظنا جميعا. يبقى سلام عليه معناه ان في مصايب في الثلاثة دول، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يبقى معناه ان في ثلاث اخطار رهيبة في حياتك لو انت ما خدتش بالك منها لازم تستعد ليها. الخطر الاول يوم ولد الدنيا، انك انت تتفتن في الدنيا وتخرج عن طريق ربنا. الخطر الثاني وكمان في الدنيا الاثر الدنيوي للمعصية، ان عقوبات ذنوبك تنزل تدمر لك دنيتك وتدمر لك سعادتك في الدنيا. ويوم يموت ايه؟ عذاب القبر. ويوم يبعث حيا عذاب القيامة وعذاب النار. يبقى دي الثلاث مشاكل بتاعت حياتك. فهمتوا ليه احنا بعد كل صلاة بنقول اللهم انت السلام ومنك ومنك السلام، منك السلام في الثلاثة دول. سلمني يا رب في دنيتي من الفتن ومن عاقبة ذنوبي، وسلمني يا رب في قبري من عذاب القبر، وسلمني يا رب يوم القيامة من أهوال القيامة وأهوال النار. حاجة كبيرة قوي يا جماعة وحاجة جميلة قوي يا جماعة. أنا نفسي إن أنا أتكلم وأكمل، ولكن هي دي صفات القائد، وإحنا وقفنا عند هنا، وهذا ما تيسر أن نقوله. عزائي إن طبعا يعني انا حزين على انا كان نفسي اقوله ما عرفتش اقوله، ولكن برضو مش دي القضية يا جماعة. احنا اتفقنا ان فكرة السلسلة بتاعت تدبرات في سورة مريم ايه؟ حد يقدر يقول لي الفكرة ايه؟ زي بالظبط فكرة شركة سياحة عايزك تسافر فين؟ تركيا، صح؟ فبتوريك ايه بعض مناظر منها، انما لما تروح هتشوفها شارع شارع بقى. فالوقتي احنا بنحاول نعرف تعارف يعني ايه
متوسط مع الآيات، إنما عمرنا ما هنقدر نقف مع آية وإلا لاحتاجنا لكل آية سلسلة لوحدها. إن شاء الله بإذن الله التحفيظ بدأ النهاردة بفضل منة الله سبحانه وتعالى، تحفيظ الرجال بدأ فوق، تحفيظ النساء بدأ تحت. يعني العدد والله معقول، يعني فضل الله سبحانه وتعالى شايف العدد معقول اللي جم، ولكن طبعا فين الناس يا جماعة؟ ده انا كنت معتقد ان التحفيظ اللي قبل الدرس ده الدرس كله هيجي فيه، ولا ايه يا رجال؟ يعني 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 انا كنت متخيل ان ده معاد مناسب جدا وقعد اخطط له من قبل 10 ذي الحجة التحفيظ اللي قبل الدرس ده. ليه؟ لانك انت كده كده جاي اصلا، فهتيجي تحفظ قرآن وتحضر درس وتحضر ورش 3 في 1. فانا فوجئت، يعني عايزين يا جماعة التحفيظ بتاع سورة مريم اللي قبل الدرس من العصر للمغرب باذن الله سبحانه وتعالى، او قبل المغرب بساعة، عايزين نركز على هذا التحفيظ باذن الله. طيب الحاجة التانية على شبكة النت اخواننا واخواتنا، في تحفيظ على شبكة النت، وفي حلقة تجويد لسورة مريم على شبكة النت، وفي تحفيظ لسورة مريم على شبكة النت. طب بالنسبة للمرة اللي فاتت قلت لكم التفريغات، اخواننا المسؤولين عن موضوع التفريغ، طبعا شكر خاص لاخواننا واخواتنا على شبكة النت اللي فرغوا الدرس تفريغ فوري جزاهم الله خيرا، والمرة دي عايزين فوري سوبر فوري. والموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى المفروض المذكرة كانت في ايد الضحى، انا غلطان ان اديتها للاخ تنس، انا غلطان ان اديتها في ايدي تاني. المهم يعني الدرس الاولاني خلصان، ولكن طبعا تفريغ عمي زي ما بنتكلم كده، يعني تنسيق بسيط يعني، ولكن في المعلومات. انا عايز اسألكم، في كم واحد هنا ارى بدأ في تفسير ابن كثير في سورة مريم؟ كم واحد هنا فتح في تفسير ابن كثير في سورة مريم؟ يرفع ايديه كده، ها غمضت عينه، افتح ولا لا؟ افتح، ها افتح عشان افرح. في واحد هنا، واحد اهو، ها ومين كمان، وواحد ايه عامل، وفي واحد يعني يا اخوانا فيها رجالة. انا واثق ان لو النساء تحت الوقت، على فكرة بتكلم بصوت، وقلنا مين فتحت ابن كثير الاقي نص المسجد رفع ايده. ايه مالكم خايبانين؟ هو كل مرة الستات هاي يعني عيب بقى، عيب يعني اللي الستات بيعملوه فيكم في كل مسابقة. مش عايزين نتكلم دورة صفطاوي السنة اللي فاتت، 9 الاوائل ستات وال10 ولد بالتزكية تقريبا، لان مفيش ستات اصلا. يا رجاله في ايه؟ عيب عيب يعني، عيب على الدقون بتاعتكم دي والشنبات بتاعتكم دي. نبدا نقرا ان شاء الله، هنقرا النهارده تفسير قصه مريم ويحيى، زكريا ويحيى من ابن كثير. طيب قلنا المره الجايه هيبقى الدرس عن ايه؟ عن ايه؟ عقوق الوالدين. يبقى باذن الله سبحانه وتعالى كل واحد منكم عارف شاب، او كل واحده منكم عارفه واحده مطفحه اهلها الدم، يجيبوا معاه المره الجايه، يجيبوا معاه المره الجايه، عشان لعل بسبب كلمه يسمعها ربنا يقيم على بر الوالدين مدى حياته. فمن اسباب البركه في العمر والبركه في الرزق بر الوالدين. طيب باذن الله يا اخواني، انتوا عارفين ان بكره محرم، وافضل الصيام صيام شهر الله المحرم، فاذكر اخواني واخواتي بالصيام. يوم عاشوراء هيبقى يوم ان شاء الله يوم الاثنين اللي بعد الجيش باذن الله سبحانه وتعالى، ويعني غالبا باذن الله ان ربنا اذن هنعمل اليوم ده هنا في الجماعه الشرعيه، غالبا هيبقى اليوم ده هنا في الجماعه الشرعيه باذن الله، وهيبقى يوم يعني ندعو اليه على النت بقى وفي كل مكان ان شاء الله اخواننا واخواتنا باذن الله سبحانه وتعالى. هي الورقه دي هتوزعوها ولا ايه؟ هتوزعوها ولا ايه؟ هتوزعوها؟ تتصور. طيب ماشي، جزاك الله خير. يبقى يوم الاثنين ان شاء الله، يوم عاشوراء الاثنين اللي بعد الجاي، غالبا ان شاء الله هيبقى هذا اليوم، يعني هنفطر مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله، ويبقى يوم ايماني مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى فيه يعني ايه يعني 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 عوده الى الله واوبه وتوبه الى الله في ذلك اليوم العظيم باذن الله سبحانه وتعالى. لسه في حاجه تانية يا اخواني، دلوقتي خلاص خلصنا كده، يعني يعني بعون الله سبحانه وتعالى. اقعد يا اقعد اقعد اقعد، ايه ده؟ اقعد، مش خايف يعني ولا ايه؟ اقعد. هو كل ما اقول اقعد ناس تقعد وناس تفضل واقفه، وفي ايه؟ هو في واحد بيستجيب بعد 3 مرات، واحد بعد 4. اللي بيتكلموا هناك رجاله ميت خميس، اقعد. فاكرني مش عارفكم؟ انت منين؟ ايه؟ من وش الحجر؟ طيب قوم كده، مين هنا في الدرس من وش الحجر يا جماعة؟ مين هنا من وش الحجر؟ ادي واحد اهو. مين تاني من وش الحجر؟ ادي واحد اهو. ها مين تاني من وش الحجر؟
ها مين تاني مش حجر؟ طيب انتوا عارفين بعض خلاص. انت تعرف الراجل ده؟ فين الاخ اللي رفع ايديه هنا على مين؟ انت تعرف الراجل ده؟ عارف كل حاجه عنه؟ عارف مكان سكنه؟ طب عشان من وش الحجر اقعد. انت منين؟ ايه منين؟ كفر حسان. انت منين؟ كفر حسان. لا بقى انت منين؟ لا بلاش عارف. ما هو مشكلة الدرس ده ان الناس عارفة بعضها. مش عارف اعملها فيك بس هجيبها دلوقتي. انت منين؟ من سندوب يعني؟ خلاص من سندوب. قوم كده. مين هنا من سندوب يا جماعة؟ يرفع ايده كده. انت من سندوب؟ تعرف الراجل ده؟ مين سندوب؟ انت تعرفه؟ يعني كلكم عارفين بعض؟ يعني اروح انا. انت منين؟ مستشفى الدولي. جميل قوي. قوم. مين هنا يا جماعة من عند الاستاد والمستشفى الدولي واجواره وحلاء؟ قوم يا حبيبي قوم. ايه تعرف الراجل ده؟ ايه تعرفه؟ انا مكسوف منكم يا جماعة. انا ما كنتش اعرف ان انتوا ما شاء الله لزاز للدرجة دي. يعني انتوا كلكم عارفين بعض. طيب بناء على ان طلع محدش فيكم عارف التاني وطلعتوا ناس ممزقة ومتفرقة وما فيش بينكم اي تواصل وشكلكم كده هتنتكسوا بسبب انكم مش عارفين بعض، فالنهاردة عايزين نعمل حاجة جديدة. النهاردة بصراحة عايزين نعمل كده حاجة جديدة، ولكن انا مش هقول لكم عليها. يعني انا مستاء يا جماعة ان انا لو قلت كام واحد هنا في الدرس من توريل يرفع ايده كده. كام واحد هنا من توريل؟ ادي واحد اهو. ها كام حد تاني من توريل والناحية اللي ده؟ ادي واحد اهو. خلاص تعرف ده؟ تعرف بعض؟ تعرفوش بعض؟ طب الحمد لله في ناس ما تعرفش بعض. عايزين نعرف بعض بقى اهو من توريل. لو تعرف دول جزاك الله خيرا، يعني ربنا يبل رياك زي ما بلت لي. يبقى اذا يا جماعة ثبت ان الناس مش عارفة بعض وان الناس مهملة في عبادة التعارف. وده بسبب ايه؟ ده بسبب اول حاجة ان الناس ما بتقعدش ورش. كام واحد فيكم بيقعد في الورش يا جماعة؟ يرفع ايده كده. كام واحد فيكم بيقعد في الورش؟ طب كام واحد فيكم النهاردة هيقعد في الورش؟ يرفع ايده كده. ها طب لحد امتى هيفضل نص الدرس بس او تلت الدرس اللي بيقعد في الورش؟ لحد امتى التلتين مش هيقعد؟ طب اللي ما بيقعدش ده ما بيقعدش ليه؟ طب ايه رأيكم النهاردة نعمل فكرة جديدة جميلة وفي نص ساعة؟ ايه رأيكم؟ عارفين هنعمل فكرة اسمها ايه؟ تزاور الورش. يعني ايه؟ يعني كل ورشة هتقوم تزور الورشة التانية. يعني ادي ورشة هنا وهنا، قول مثلا 7 8 ورش او 9 ورش موجودين. خلاص نعمل النهاردة تزاور. يعني الورشة اللي بتقعد هناهوت وبتدرس الاربعين النووية كل مرة تقعد مع الورشة اللي بتقعد هناهوت وبيقعدوا يتكلموا في الورشة طريق الله، كل مرة تقعد هنا مع الورشة اللي بيجيبوا حاجة ساقعة وحاجة حلوة ويقعدوا يضحكوا مع بعض كل مرة، ويبدأ الورش تزور بعض وتبدأ الورش تتعرف على بعض، تمهيدا يا جماعة لتطوير ان شاء الله تربوي شامل في مسألة الورش. ولكن انا مش عايز اقول عليه لان يعني انا كنت المفروض بدأنا الخطة دي من بعد رمضان، ولكن الشهرين اللي فاتوا لم ينفذ البرنامج بالصورة اللي كان محطوط ليها. عشان كده المرة دي ان شاء الله باذن الله اللي هيمسك المنهج التربوي للورش هو مين؟ انا بنفسي باذن الله سبحانه وتعالى. انا بنفسي مع اخواني المكلفين بهذا الامر ومع اخواني القائمين على هذا الامر باذن الله من النهاردة هتلاقيني نازل لك الورشة. من النهاردة هتلاقيني نازل لك ورشة ورشة اطمن عليك واشوف موضوع الورش ده ايه واشوف مشاكل الناس ايه. عشان كده يا جماعة لازم نقعد النهاردة يا شباب يا بنات يا جماعة يا اللي معانا في المسجد ويا اللي معانا في النت. برصيصة مات كافر لانه ما فهمش انه محتاج كان يصبر على صحبة اخ في العبادة 70 سنة عشان ما يموتش كافر في اخر يوم في حياته. يبقى برصيصة اللي عاش عمره يعبد ربنا مات كافر لان الشيطان في اخر اسبوع في عمره في اخر 3 4 ايام في عمره ضحك عليه، ولانه ضعيف معهوش اخ صالح ضحك عليه وزنى ثم قتل ثم كفر ثم مات كافرا فيه، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها هو وابليس في زنزانة واحدة في جهنم.
والعياذ بالله. ليه؟ لانه ما عرفش قيمه انه يبقى له صاحب صالح، لانها ما عرفتش قيمه انها تبقى صاحب لها صاحبه صالحه. النهارده باذن الله الورش النسائيه هتبدا فور الدرس تحت، ربنا يبارك في القائمين عليها ان شاء الله باذن الله. ونحاول في الورش النسائيه النهارده اخواتنا الفاضلات اللي ماسكين بقى يعني ورشه ام سفيان، ورشه ام زياد، ورشه يعني الورش والقائمين عليها باذن الله سبحانه وتعالى، يبداوا النهارده موضوع تزاور بينهم وبين بعض. يعني مساله ان احنا نتكلم في الايمانيات جميله، انما لو احنا مش عارفين بعض قيمتها ايه، ونتعاهد بالذات عند النساء ان العلاقه بيننا مش هتبقى ها، اتعرفوا على بعض من غيرها، تعرفوا على بعض عشان تبقى علاقه ايمانيه بينكم طول الاسبوع توصلوا ربنا بيها. الرجال النهارده عايز تموت كافر زي برصيصه؟ عايز دينك يبقى في خطر زي برصيصه؟ انت حر، اخرج وامشي واستخسر النص ساعه اللي انت هتقعدها مع اخوانك في الورش، بس اعرف ان انت في خطر، اعرف ان انت في خطر. الورش دي حضانه تربويه، وباذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هتشوفوا بكره يخرج منها ايه، هتشوفوا بكره المنصوره ده ايه بسبب الورش، هيبقى في خير لدعوتها للالتزام ولا التوبه الى الله قد ايه، هتشوفوا بكره بسبب الورش التوبه الى الله هتبقى منهج مجتمع ان شاء الله باذن الله قد ايه، وهيخرج دعاء منها قد ايه. مين هيقعد في الورش النهارده ولما فوت عليه النهارده في الورشه باذن الله الاقيه راجل عارف قيمه اخوانه ويقعد في تزور الورش، كل ورشتين يتزوروا مع بعض؟ مين يا جماعه يرفع ايديه؟ ها يرفع ايديه، ايه ده؟ تعرفين ايه ده؟ بيتزا. معاك كم بيتزا يا دكتور احمد؟ ما شاء الله، يا سلام. ده في يا جماعه النهارده 10 بيتزات معانا، عشان ايه؟ عشان الورش. مين هيقعد في الورش النهارده يا رجاله؟ الله صور المنظر ده يا استاذ ياسر عشان يتفضحوا، عشان بس عشان الناس تعرف حته السلفيين، بس عشان ما حدش يضحك عليه بعد كده ويعمل لك مين هيقعد في الورش النهارده؟ طبعا ده دافع جميل جدا ان احنا هنقعد في الورش وهنتعرف على بعض ان شاء الله باذن الله. و يعني ان شاء الله باذن الله طبعا انتوا عرفتوا ان في دوافع جميله جدا في الدار الاخره. صور البيتزا كده عشان الاخوه على النت تعرف دوافع البيتزا ان شاء الله. اخواتنا تحت برضو ان شاء الله هننزل لكل ورشه ان شاء الله من البيتزا. طبعا ان شاء الله باذن الله كل واحده هترمي جوزها النهارده وتقعد في الورشه، لا هتقول لك جوزي واقف بره ولا حاجه. على فكره يا جماعه من الادله على فعاليه الورش ان البيتزا فيها فراخ وان البيتزا معاها كاتشب، وده طبعا يدل على ان المنهج التربوي للورش منهج عالي جدا ومنهج متميز جدا. انتوا اخوه زي العسل والله يا اخي، انا مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف الواحد من غيركم كان هيعمل ايه. دي طبعا يعني ايه المسؤول عن الورش لازم يبقى له بيتزايه ان شاء الله باذن الله، ربنا يصدقكم. ده جايبها لكم كمان من محل حلو يعني ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يا اخواني. يعني ارجوكم انكم تعرفوا مصلحتكم، ارجوكم ان واحنا بنمد لكم ايدينا مدولنا ايديكم، واحنا بنعمل تحفيظ سوره مريم احضروا، واحنا بنعمل تفسير سوره مريم المذكره هتبقى موجوده من اول المره الجايه ان شاء الله، خدها اشتريها وذاكر فيها وذاكر في ابن كثير الاسبوع ده، قوم الليل بسوره مريم الاسبوع ده، احضر الورش وتعرفوا على بعض، عشان باذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك منهج تربوي رائع وهننزل مع بعض ان شاء الله باذن الله. وزي ما بقول لكم من النهارده المنهج التربوي بتاع الورش انا مش هعزل نفسي عنه، انا هبقى من العناصر اللي فيه، من الفريق التربوي بتاع الورش باذن الله سبحانه وتعالى، يعني لضمان شده الجديه في احترام عمر كل واحد سلم لنا جزء من وقته في مساله الورش. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. طولنا النهارده جدا، مش مشكله يا جماعه، ولكن في الخير ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. حسن المسلم يتوزع مع الورش بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.